انسى هدفنا دايما اللي جاي واللي سابق، هدفنا دايما المركز الاول. في بقى حاجه بختم بيها وهي النجمه الرابعه لكره القدم. احكي لكم انا حكايه من سنه 48. 48 دي اول بطوله دوري عام في مصر. قبليها كان في كاس سلطان حسين وكمان دوري القاهره. النادي الاهلي هو اكتر واحد خد بطولات في سواء في الكاس او في دوري القاهره. ثم من 48 لغايه يومنا هذا اكتر نادي حقق بطولات دوري عام، لو كان مع الدوري العام بس اكتر نادي حقق بطولات 40 بطوله دوري عام. ده حدث كنا لازم نقف عنده يا جماعه، ما بيتحصلش في العالم الا قليل جدا جدا. فالنهارده جيل 48، من 48 لغايه حقق حوالي 11 بطوله، وبعدين جيل شرفت ان انا اكون موجود معاه حققنا حوالي 10 بطولات، الجيل اللي بعدينا حقق حوالي 10، يعني كلنا بنكمل. الجيل الاولاني ضاف نجمه، كانت نجمه واحده. الجيل الثاني ضاف نجمتين، كل 10 بطولات بنجمه. الجيل الثالث ضاف 3 نجوم. والنهارده الجيل بتاعنا اللي موجود ده كل التقدير ليه ولزمايله اللي اعتزلوا وما لحقوش هذا الحفل، كلهم كل واحد فيهم له كل التقدير لانهم حافظوا على شخصيه البطل وحافظوا على قيمه النادي الاهلي وضافوا النجمه الرابعه. الحقيقه يمكن في النهايه او بختم ده بان انا بنعلن النهارده او بعلن النهارده ان شعار النادي الاهلي اللي هو على لفريق الكوره من النهارده هيتحط عليه النجمه الرابعه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عني.